السلام عليكم. اليوم موضوع وجهة العمل الثاني على الاستثمار في الاجزاء. هذا الشيء الان بعد الحمد لله هذه هي المطلوب في المعرفه. رقم واحد define assessments. You will be able to define assessments. What does it mean? Discuss the criteria for all design assessments. مش كل اسسمنت اللي بقول عليه هو كويس او ينفع، لازم عندك كريتيريا معينه. ديفرنشيت بين اسسمنت اند ايفالويشن. هو كده تقييم، مش الفرق بين تيرم اسسمنت تيرم ايفالويشن. ديسكاس ذا كونسبت اوف فاليديتي. كونستراكت تيبل اوف سبيسيفيكيشن اللي هو البلو برنت. ايدنتيفاي ذا كونسبت اوف ريلايبيلتي. To measure or evaluate the characteristics or the faults of individuals, programs, and other entities for purposes of drawing inferences. هي بروسس عقلية. ما تقصرش في طلب بس في الامتحانات بس. قصدي في الدبلوس بتبقى عامة. قصدي في الدبلوس. أنا كنت بقيم غلط، كنت بقيم أوكي. هي الدورة التدريبية هو التقييم بصفة عامة. وحتى لو أنا فشلت بين التقييم شنو الغرض منه؟ التقييم عملية عامة. الغرض منها أنه يقيس أداء الأشخاص أو بدن أو زي ما قلت لك تقدر أنت إزاي الدورة التدريبية. For purposes of drawing inferences عشان نطلع بالاستنتاجات، بناء على الاستنتاجات هنحسسه العملية كاملة. يعني بدل ما نحسس من هذا الريزلت بتاع بعضنا هنخليه يحسن. اوكي؟ الاسسمنت بتتكون من فور كومبوننتس، فور اسينشال كومبوننتس. رقم واحد measuring الامبروفمنت اوفر تايم. هذا الاسسمنت حصلت ريزلتس. ريزلتس دايما كويسات. المفروض ان بعد فتره من الاسسمنت وتشوف الريزلتس هي نفس ولا تحسنت او اسوء. بناء على الريزلتس هقرر انا شنو بدي. موتيفيتنج ستودنت تو ستادي. شو اللي خلى الطالب يقرا الامتحان؟ انا مش هحط الطلاب بتاعي يقرا الاسسمنت. بغض النظر عن تايب اسسمنت شنو هل هو امتحان او اذر تايب اسسمنت. Evaluating teaching method. انا التقييم بتاعي من غير خطه التيتشنج ميثود اللي استعملتها. قدرت تي بي ال هل هو افكتيف ولا لا؟ قدرت تي بي ال هل هو افكتيف ولا لا؟ اذر تايب افكتيف ولا لا؟ امتحاني نفسه افكتيف ولا لا؟ Ranking the student's capabilities in relation to whole group evaluation. And after the whole group, we know that the student has passed the group test. Is he good at working? Or is he not good at working? Or the average rating after the test. I need to go on the four components and you measure it and push it over time, motivating students. Studying, evaluating the teaching methods, writing the students' capabilities in relation to whole group evaluation. Should we call the system? Yeah, we have the system. We have the assignments. Should not have the system, we have the في أول classification عندنا objection وsubject. شنو الفرق بين الobjection والsubject؟ عندك خلفية عليهم؟ شنو الأسسمنت وصعب الأسسمنت؟ الفورمال الأسسمنت هو تقييم في اسمه بالعربي تقييم تكويني. شنو تقييم تكويني؟
والسلطة هو التكوين النهائي، التكوين النهائي فور assistant. Assistant for learning. لكن مجرد ما عليك رجعتك الامتحان صعب.
مش هو الغلط انا احنا عندنا مشكله في غلطنا احنا لو عرفنا الامتحان معلش انا كده فجعلها جه الفوق هتتفضل تبقى عليه درجات 50 عشان يخلوا الطلبه يخشوا تعال خمس درجات او ما كلهمش اللي معلش درجات يعرفوا من سنه ان هو غلط بس صار يحتاج طلبه تفصيل الطلبه معايا كريدات مش هيحتاجوا شو معنى اوبجيكتيف؟ شو معنى سبجيكتيف؟
العام نصر النهائي المقيم النهائي
10 رقم عشان تقدر تصلح. وصلت لنهاية السنة امتحانات خلاص فاينل ودي قال برودكت اورينتد فالطالب بتاعي هل الاوبجكتيف بتاعي حصل فيه ولا ما حصلش؟ اسمها برودكت اورينتد. هذا هو الايفالويشن اللي بيعمله. عم تفرق بين السيستم والايفالويشن؟ أدوات شو نستخدمها؟ صمم الامتحانات استخدموا فيه أدوات ثانية غير الامتحانات طرق ثانية غير الامتحانات. المواقع عندنا من الامتحانات استخدموا فرقة الإكسامس MCQs مطلوب شو ماتشي شو فوز الشورت سي مرات داون وفينو كوشنز هذه الفكرة اللي كنا بنتكلم عنها لأن اليوم البيبر تاع الطالب يمكن على الامتحان النظري بغض النظر انواع الاسئله فيشن معناها الطالب يكتب في مكان كده ويكتب معناها نظري براكتيكال مع عملي انت في الايتيشن عملي بعد كمبيوتر لاب كمبيوتر لاب هذا العمل بتاعها هذا النوع الثاني البرفورمانس وعندنا الشكوك صح انت مش عارف تديني الطفل عارف تديني مش عارف اي كميات بالنسبه للمعلومات اللي ما مش عارف بالظبط هذا هو نوع من الانواع اصلا من ايام ابتدائي واعدادي ايام اعدادي كنت حاجه حلوه والله اسمي درست حقوق والله كنت بس كنت نحن أعضاء الرئيس لما جينا هنا في الديمو يرون البرزنتيشن غيرونا عدد
الامتحان لكن الطريقه فيها مش على كونتنت على البرزنتيشن سكيلز انها على سوفت سكيلز اللي في عندنا بروجكتس مشاريع وناقش مشاريع طلاب عشان انا اكزامينيشن بس الطلبه في مشروع يكلم عليه يروح تجري شنو هذا اللي فايتين لدينا هذا عندك تجيب صح البروجكت هذا في عندنا بورتفوليو، البورتفوليو هو كأنها حافظة وشنطة، شنطة الطالب، هي حالة الطالب يحطها في الحافظة مالته، امتحاناتها، درجات امتحاناتها ونجاحها ينحط، عندها برزنتيشنز ينحط تقارير عليها، تقارير من الوش بتاعها ينحط، لو حضرت ندوات علمية لو اشتركت في ايام علميه لو ده بوسترز اي حاجه تبقى طالب تنحط في البورتفوليو مش درجات بس مش امتحان قبوله عدم استطاعه كل الاكتبس اللي عندك يعني هو حتى في ال هو مش اساس من اساس التعليم كيف بقول لك ما هوش أساس النولج إلا أنه أنا في الروح في الامتحانات لكن هذا كان الطالب ساعة أكثر ولا لا يبين لك أنا المشرف مثلا العضو التدريسي كان مسؤول عن مشروع الطلبة كان في حوافظ الحوافظ من غير يقرا الطالب كل حاجة يديرها أي أكتيفيتي زي ما قلت لكم توا يديروا عليها التقارير ويحطوها بعدين في نهاية السنة يقيموه أنجنة في أورا ويابا التزام بالامتحانات في له بعدين ما تستخدمش في خلال السنوات هذه تستخدم مثلا عندك معهد امتياز معهد امتياز كويس جدا وريني الطالب بتاعي انا هو ما عنديش امتحانات امتياز تدريب والاكتيفيتي السيلف اكتيفيتيز بتاع الطالب يعني انا ما بفهمش في سنه رابعه او سنه خامسه عندي في ماده في ماده ثانيه ما بره يستخدموا فيك لا يستخدموا فيك أنا مرة قلت لي اعتمدوا في نعم أي لا لا عندك نقص في حاجات كذا وكذا ما عملتش يعني شو أي ما في مصادة شديدة هيك تتذكر الترجمة نحن أعتقد هل احنا نستيقظ هذا الدفي؟ هي دفي بالنسبة للطب أحسن بكثير لأنه مش امتياز عشان تعتمد على السلوك اكتيفيتيز لكن مش الدرجات بتاعها بس ولا حاجه لو كتب ريبورتس لو ده اسايمنتس لو ده بروجكت لو ده برزنتيشن فيها التقارير وتحط الحاضنه بتاعها بعدين الاوفر اول برفورمانس بتاعها يمكن تبقى تقريبا ويدرس السيريال بتاعه ويطلع معاه هي التدريس ان الطالب مش كويس ولا مش كويس اوكي عندنا هذه بلومز تاكسونومي وعندنا هذا مثل هذا الميرور بيرد الميرور هذا شورت اسسمنت لكن البلومز تاكسونومي لديها الكوجنيتيف دومينز المهارات التنميه تشغيل الدماغ بتاع الطالب مش قوه بس تكفيها حتى حياتنا العقيده لما كله الطالب هذا كفو كفاءة معنى أنا شكرا أقول لك بزور كفو في الـIT كفو كومبتنس أقول لك أنا كفاءتي عالية أو فقط صديق وطف كفر دون كفاءة كومبتنت معناها عنده نولج وعنده سكيلز وعنده الاتيتيود النولج المعرفة والمهارات السكيلز والسلوكيات هذه
البلوكس تاكسونومي هذه تصنيف للمهارات التقنيه للمعرفه والمهارات التقنيه. هو اصلا المعرفه اللي قلت نولج وسكيلز. السيلف سكيلز في نوعين، في سايكوموتور اللي هي سكيلز حرفيه، وفي سكيلز ذهنيه انتلكشوال كيف يفكر يحلل يضبط كيف يركب معلوماتها على بعضها ويطلع باستنتاج. ابسط حاجه عندنا فكر الريمبر او النولج. طب يطالب معلومه يمشي يحفظها ويجي الامتحان يا اما قريب يحفظ كده. ما اسم العالم الذي اخترع اي حاجه؟ كتب الجريئه اللي بتستفيد ما عندناش كيف نحط الفئه دي معلومه واضحه. يعرفنا يا شعب يفعلها يا فتاه. جاء بسرعه طلب جاهزه وراها طلب خطا حد فيها خطا اسمها ريمان وريكي او مجرد انها تفكر. اندرستاند بعد شوي. أنا الطالب بيفهم أكثر. مش معلومة محطة خلاص. لا أنا بركب معلومة على معلومة مش ينفع باستمتاع يعني كلمة أقول مثلا أنا مرغوب نقول مثلا أربعة تضرب خمسة ضرب ثلاثة زائد اثنين ضرب عشرة يساوي كذا. لكن نبي مثلا هذه خمسة زائد ثلاثة عاملين سبعة زائد اثنين ضرب عشرة. خمسة ضرب ثلاثة خمستاشر. مش يقولوا العمليات الكبرى العمليات الصغرى الأول بعد العمليات الكبرى. هذه كلها حاجة. خمستاشر زائد عشرين تساوي 35. هذه دي كلها ما كانت مدرسة. هذه مدرسة الأبلاي اللي هي اسمها قانون. هو هذا الأبلاي يعني أقل لما تقام الأبلكيشن. مدرسة الأبلكيشن لما تعطيهم داتا للمعطيات مثلا فيها معطيات هم يديروا قانون خلي الأبلكيشن يسمع. حتى ولو كنت سمبل قانون سمبل لكن عطيتهم معطيات بالنسبة لي أنا هحسبها يعني أنا على المبدأ الكبير هو تبدأ أبلاي. بس أنت عندك مبدأ جاهز. يا بس أنا هديتش محاضر الإنجليزي. بالضبط. أنا أبلاي وأطبق القوانين وأطبق النولج اللي أنا عندي كذا. الأندرستاندينج أنا هشوف أتأكد إن هو إكسبلينينج. تمام؟ إكسبلين صح. هذا الابلكيشن. طبعا اللي عندي هذا الخط مرة ثانية هذين اسمه لور اوردر ثينكينج سكيلز اللوتس. لور اوردر ثينكينج سكيلز وحتى بالامتحانات هو انتم اكيد بتطلعوا عليها. مش سهل نديروا امتحانات
الجهه اللي فوق في امتحانات وصل عندها كان ده الامتحان وصل عندها غير امتحان صعب طبعا يرفع تعايق او سبعين فرصه المسألة اللفظية اللي اشترى علي ثلاثة صناديق من المنطقة ومجرام كفان الداخلية اللي كفان الصندوق وبعضهم معطيات أنا وصلت الأناسس مشكلتنا طلبت المسألة أساسا في ذلك خمسة يقفين من الأناسس المسألة اللفظية نحن نقول لهم يا رب الوقت فيهم ولا والله كان حلو هو مسألة نفتح شمسة بالأخص في عام تمارين تحدي بديها تمارين تحدي المباقص في الصغيرين عرفت عرفت هل هدينا الأنسس مسألة نفطية يعطوا فيها للطلبة فهذين الليبلز ريمبر حاجه بسيطه بالكل اللي هو ربما حطها قدام سماحه الامتحان حتى معناتها الشغل بالسيره حتى اعرف ايوه ديفاين تعمل ليست ها ليست ليست هذين كلها اذكر ما اندرستاند ممكن اعلم ما ياتي اندرستاند ابلكيشن هو اللي يبدا مساله فيها قانون انا بالضبط اناليسيس ان معلومات بتتسمى وبيبدا التحليل فيها يعني نحن مثلا في الطب كيف اللي فيها القادر يقولها في شريحه فيها تحاليل نتائج تحاليل دم عندك كذا الكبد كذا وظائف الكلى كذا وخربان كذا مش هذا صح بدنا كلنا اللي ادى الى التشخيص بس مش انا اقول لك شنو التشخيص هذا ما يهمنيش انا اقول لك شنو التشخيص انا اقول لك شنو العلاج هذا الطالب بتاعي يجمع التحاليل هذينا ويعرف شنو المرض بتاعه تعال لي المرض شنو المرض بتاعه اللي بيكتبه هذا الأمانس ليش جاء فوق الأبليكيشن؟ الطالب خلص يجيب أبليكيشن سؤال ليش هو الأبليكيشن؟ سؤال شو هو الأناليسيس؟ يكسر المعلومة مريض العمر بتاعه كذا وتحاليله كذا وبراجع مع المرض طبعا تصنيفات نعم هذا كيف خشب أنتم بالنسبة للآي تي كيف يديروا فيه الناس؟ عندكم مسائل واجب عندكم سيناريو في حاجة تكي بس مش أي سيناريو سيناريو كان بيتعب كيف ما تكي خطيب بسيط زائد واحد زي واحد سوى اثنين خطيب فن أو فهمت هذا بلومز تاكسون بلومز المقصود به مثلا عندهم معرفة صراحة عندهم معرفة نعم كوجنيتيف دومينز نحن عندنا كوجنيشن عندنا كوجنيشن اللي هو غطاء المعرفة أو الإدراك وعندنا السايكوموتور منها المهارات العملية أو المهنية وعندنا الأتيتيود لو بعد في الكونسيفيكيشن بتاعها حنبدو عندنا اي بوز الله ينور عليك اي هي هي هذه 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 مهنيه مهنيه السايكوموتر سوري سوري لا سوري تصغيرها بالصياغه على الفيرب حل تحليل
دمج وتكسير ومش عارف شو بدنا بالانجليزي بدون ايفالويشن وديزايننج وبلاننج هو لما انا اتذكر ان كنت في غيره هو التيبل بتاع الدرس ده يا صاحبي التيبل بتاع الدرس اللي وصل الزملاء جميل هذا remember define test list remember the table هذا discussion 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 يعني انا اعطيك اثنين اثنين مش مسهل discussion and explanation هذا remember sorry list define الحاجة هذا discussion and explanation هنا apply اسمها application فقط use لا مش list مش application مثلا compare compare and contrast مقارنة مقارنة يعني ما حطيناش مقارنة لما بعض الطالب يشتكي من شهادات فشحين لك لكن ما نقولناش قارنة بيني أو أفضل يا فلان عطيني مقارنة تجيني الامتحان مثلا فيها واجد ما نقولهاش الطالب هو يبقى يفضل إنه في مقارنة الطالب شغل بقى حتى هو يبقى أمتين أعطي نشطة أعطيها لك أصحاب مهين في الحديثية القدرة اللي هو يقرأ التشكيل معي فالخلاف طبعاً مرض طيب شوف بعضنا لكن فيه طرقات نشرح على المرض طيب ومرض بي لكن لو نشرح حاجة مقارنة بالامتحان لكن يتفاجأ الامتحان تيبل فاضي فيه ديزيز A ديزيز B كمبيت وما نقولش مواطن القارة قوي هو الوحيد ما ضغير وبعدين يقول لك الحمار يا دكتور مش واعر ما عندك مشكلة طيب انت ما قريتش بالطريقة هذه هذا بس قريت مش بدير بس هذا هو هذا اللي هو حلو هذا اللي هو حلو المقارنة أنا أنالايز في عندنا formulate design plan نخطط الحاجة تصميم صمم المشروع وكنت أرى هذا التفكير تفكير طيب
ميلر M-I-L-L-A-R apostrophe S-S ميلرز بيراميد. النوز يقيم لي في الريمبر بس. النوز هاو يطبق لي في الليفل هذا والليفل هذا وحتى الاناليسيس. بس هذين اثنين امتحانات رتن، يعني نحن الرتن نلعب فيهن نقدر نوصله لعند النوز هاو هنا كومبريهنشن واناليسيس وابليكيشن. هن الشوز هنا عملي، امتحانات عمليه تقريبا هيك الايفالويشن والكرييشن. بس هذا برضه كوجنيشن. الشوز سايكوموتر، هنا الكوجنيشن ممكن الطالب يستخدم السكيلز بتاعه مع الهاير اوردر ثينكينج سكيلز العاليات بكل. شوز انه يطبق بيديه. نحن عندنا امتحانات العمليه زي الاوسكي مثلا، انتم ممكن يدير في مشاريع، مشاريع التخرج صح ولا؟ فهذين الشوز ديمونستريشن. الدز هذه ليفل عالي بكل، هذه في الريل لايف. نحن عندنا هذه في الامتياز مرات، ومرات اخرى يقول لك حتى ما تجيش الامتياز يعتبر بكالوريوس، خليها في اللي عندهم ماجستير. ان على بيشنت حقيقي، على مريض حقيقي. هنا الاوسكي هذا امتحان نبي منه حاجه تاسك معين يديرها لي ويطلع على حسب الليفل بتاع الطالب. لكن الدز لا، يمسك حاله من الف للياء بعلاجها، بس يقعد السوبرفايزر يراقب فيه من بعيد، شوف ايش ندير ويقيم فيه. هنا باش يحصل ديجري معينه. دز فانتوا في الاي تي اوكي، النوز والنوز هاو هذه ريتن. الشوز حتى هو قلنا في امتحانات كم، وين عندكم عملي؟ عندكم تدريب بعد ميداني؟ بعد ما يتخرج ولا امتى تدريب ميدان؟ شهرين. وفيه تقييم وفيه كي؟ هذا الدز، هنا الدز. يعني هذا مش امتحان معين يطلع الطالب ولا سيميوليشن ولا لا، هذا في الريل لايف. هذين فيه التقييمات. Lots lower order thinking skills assessment usually implies a test on material that has been taught. Look for right or wrong responses. اللي هنا يا اما عارفها يا مش عارفها. For example, define where, when, name, list. هذينا سمبل ريكول، هذينا ما يتعبش فيهن الطالب، اسمها حتى في التفكير ما يتعبش. lower order thinking skills. الهاير اوردر thinking skills هن الاناليسيس والايفالويشن والكرييشن ولا السينثيسيس. assess what the students can do with the educational material they have learned.
هم تعلموا لكن العلم هذا كيف بترجموه الى عملي، او اللي تعلموه النولج اللي خذوها كيف بترجموها مع الاسئله اللي قدامهم. مرات السيناريو مكتوب بطريقه كانها حاله حقيقيه وعالجها. كيف تبي تتعامل مع سيناريو كيف هذا ومش معطيها له في المحاضرات؟ يعني متدربين عليها بطريقه معينه فاهمينها بس مش للسيناريو هذا، بس الطالب طالع بسكيلز عارفها، عارف كيف يتعامل مع السيناريوهات هذينا. وهذا ليش نستخدمه نحن في PBL Problem Based Learning وال Team Based Learning وال Research Based Learning ومش عارفة شنو هذينا Modes of Studies هذينا، يخلن الطالب يعلمن يكتسب سكيلز يهيئنا للأسئلة اللي كيف هذينا. Criteria for good assessment إنه يقعد reliable مصدر ثقة. كيف نعرف أنه أو ثبات أن الأسسمنت هذا لو استعملته أنا مرة أخرى هيعطيني نفس الريزلتس؟ تنشرحوها بعدين جاية في الطريق. Validity، valid صلاحية، يصلح، هل هو valid ولا invalid؟ يعني المفروض أن الامتحان هذا يقيم لي اللي أنا نبي قيمة لي، نبي قيم لي معرفة knowledge، نبي قيم لي psychomotor skills أو مهارات عملية، نبيه يقيم لي سلوك الطالب الattitude بتاع الطالب. أنا الامتحان بتاعي هذا شنو نبيه يقيم؟ فهل هو يصلح أو لا يصلح؟ feasibility إنه سهل إن نديره، إن عندي الماتيريا، عندي غرف قاعات إن يمتحن فيه الطلبة، نقدر ندير لهم امتحانات ورقية. إن feasibility إن الماتيريا تقدر كلها متوفر، يعني ما نقول أنا بندير امتحان أونلاين وأنا ما عنديش إنترنت، لا أنت يقولك على قيس الحافك مد رجليك. فهمتوا؟ اوكي، فيزبل سهل نقدر نديره اكوردنج للريسورسز بتاعي. اكسبتابيلتي ان الطالب لما يطلع راضي على الامتحان، هو حل هو ما حلش عارف ان الفساس فيه، ما يطلعش يقول الامتحان فوق قدراتنا وان عضو هيئه التدريس مش شطر عليهم في الامتحان. فستيك هولدرز هنا من هم؟ الطلبه، اصحاب العلاقه او اصحاب المصلحه هم هنا الطلبه. افطني لو الشاطر عيط من الامتحان اعرف ان في مشكله في الامتحان، لو الشاطرين كلهم اجمعوا ان الامتحان مش مظبوط معناها في مشكله في الامتحان. العياط تسمعين من الطلبه اللي ما يقروش اصلا او بيعيطوا خلاص. Catalytic effect the assessment provides result and feedback in a fashion that create and enhance education driving future learning forward. هذا عنده effect الاسسمنت هذا، حسن لي من العمليه التعليميه بتاعي، استفدت منه انا الريزلتس. هذين كلهن كرايتيريا فور جود اسسمنت. شو معنى فاليديتي او الصلاحيه؟ هل الامتحان هذا يصلح او لا يصلح؟ valid or not valid؟ يعني مثلا سؤال هذا رقم واحد، does the clock measure time؟ معلش مديو رمال صح. does the thermometer measure temperature؟ ترمومتر عارفينه، ترمومتر يقيم يقيس الحرارة ولا لا؟ يقيس الحرارة. does the speedometer measure the velocity؟ أسئلة شوية غريبة صح؟ أمال علاش مديورات لنا؟ هذين واضحات. لو نقول لك tape measure، عارفين شو اسمه بالعربي هو؟ مترو. مترو شنو يقيس؟ يستخدم القياس شنو؟
طول عرض لكن مش وزن، يعني هو أداة لقياس الطول، بقياس الحرارة أداة لقياس الحرارة، صح؟ Does USMLE measure student medical knowledge؟ USMLE هذا امتحان طبي، بعد ما يطلع الطالب ويتخرج بيش يسافر الأمريكا بيش يشتغل في أمريكا ضروري يدير امتحان هذا. أمريكان يبقى اللي يسمى دي وفي اللي يسقط فيه، بس هل الامتحان هذا يقيم في الميديكال نوليج بتاع الطالب، المعرفة الطبية بتاع الطالب؟ لا مش شرط، هو ما نجحش فيه سكور ما جابش سكور كويس، لكن مش معناه أن الطالب ما يعرفش. فهمتوا كيف؟ الأسسمنت، هل الامتحان متاعك قيم المعرفة متاع الطالب أو لا؟ وهل قيمها بشكل صحيح ولا لا؟ هذه هي الصلاحية، هذه هي الفاليديتي. Does history final exam really measures the student's knowledge in history؟ معلش امتحانات الثانوية بتاع الطالب طلبة بتاعنا ينفعن ولا ما ينفعنش؟ من الأخير valid ولا not valid؟ امتحانات الشهادة الثانوية ما ينفعنش ولا يقيم في knowledge بتاع الطالب ولا لا. ما فيش طالب ثانوية يحفظ شيت ويعدي يمتحن، لما يجونا هنا في الليمو ونختبروا فيهم في أسئلة بسيطة معلومات عامة ما يعرفوش، وتلقى جايب 99% و98% وأرقام شيء يفجع، وهم لما تختبرهم في سؤال بسيط ما يعرفوش، معناها invalid. يبدأ validity refers to the appropriateness, meaningfulness, correctness and usefulness of any inference. أي استنتاج طلع appropriateness, meaningfulness, correctness and usefulness of any inference a researcher draws based on data obtained through use of an instrument. أنا الفاليديتي بتاع ريسيرش مثلا، شخص ريسيرشر دار بحث وطلع بنتائج، هل النتائج هذين صحيحة ولا لا؟ هل تقدر تعمميهن ولا لا؟ قال إن الدواء هذا ينفع وعشرين بيبر قال ما ينفعوش، هل الريزلت بتاعها صحيحة ولا لا؟ على أي أساس؟ هذه هي الفاليديتي. Types of validity: face validity, content validity, criterion related validity, predictive concurrent, construct validity. هنا هذين الثلاثة نحن مش حنخشوا فيهن، هذين أنواع للذكر، نحن حنخشوا في content validity، هذا اللي تهمنا اليوم في محاضرتنا. الface validity شو معناها؟ تخيل الدكتور يعطوه يجيبوا لك ورقة امتحان بتاع مادة بتاع حضرتك بحث، تقول ما كويس great okay تمام، على اي اساس هذا الفيس فاليديتي؟ بالشكل قلت انت كويس شكليا، وانت اساس انت استاذ الماده وفهمها اعطوه الامتحان للطلبه خلاص، هذول ما خذوا رايك، هذه اسمها فيس فاليديتي بالوجه، يا امتحان ينفع ولا ما ينفعش، وهذه سيئه جدا سيئه جدا اخرى. أنا عارفة مستحيل أصلا، مستحيل، أنا عارفة يقولوا لها face validity. Face validity the extent to which an instrument looks. الانسترومنت طبعا هو شنو؟ ورقة الامتحان، هو الاسسمنت تول عندنا. Looks as if it measures what is intended to measure. مثلا ميزان وزن، عندك في الحوش وزن وعندك وتمشي لدكتور التغذية عندها وزن ميزان، توثق في أي واحد فيه؟ بتاع الحوش ولا بتاع الدكتور؟ ليش؟ ليش؟ مرات بتاعك أنت هو اللي جديد وهو واقف عليه مليون واحد وبجميع الأحجام، الثقة أوتوماتيك مشت للدكتور، مستحيل الدكتور ما كانش عنده
معنا اللي عندك في الحوش هو اللي جديد واللي شريتيه واكيرت. هذه هي الفاليديتي. انا ماشي دكتور واثقه فيه. Make the instrument appear appropriate. هذه هي الفيس فاليديتي. انا انت المفروض بتاعك هو اللي كويس، الا لو طبعا مره الدهر عليه وله زمان وعرفتيه ما ينفعش يزيد في كيلو وينقص في كيلو ومش عارفه شنو، هذا موضوع ثاني. Superficial سطحي، بكل 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 بكل، برام عليه سكان دار لو قال عليه كويس يقيم شيء هذا. Subjective على حسب رايك، هم قالوا الراي عضو هيئه تدريس قال اوكي اوكي نحن نفهم اكثر منا وانا مالي هو قال. فالفيس فاليديتي هذه اسهل انواع الفاليديتي وما تنفعش بك. الكونتنت فاليديتي ابسط حاجه، عندي امتحان انا كيف نعرف ان الامتحان هذا مثل لي المنهج متاعي؟ اني انا ما جبتش موضوع اسئله من موضوع خذت حق موضوع ثاني، هذه كيف نديروها؟ وهذه هي البلو برنت. انا باش نقول امتحاني valid او عنده content validity عاليه لازم نكون دايره بلو برنت. ما نقولش انا امتحاني مثل لي المنهج بتاعي بنسبه 100% الا وانا دايره بلو برنت او table of specification. المعنى المسمى الرسمي table of specification، البلو برنت هذا الدلع بتاعه زي محمد وحميده. فهمتوها الفكرة كلها؟ أنا عندي مادة فيها 20 توبك، توبك فيه 3 ساعات، توبك فيه 5 ساعات، توبك فيه 2 ساعتين، توبك فيه ساعة، توبك فيه 4 ساعات، وهكذا إن كان العام كملوا 20 توبك. المنطق يقول الأسئلة أكثر أسئلة تجي من شنو؟ من اللي ساعتها أكثر بيقول لي في ساعة نعزقة؟ هذا المنطق وهذا التيبل اوف سبيسيفيكيشن هيك يقول، لكن هذا يطبق؟ مش هذا يطبق. أنا هذا ما نفكرش في الليفلز بتاع النولج والسكيلز والانتلكشوال وال سوري الريمبرنج والكومبرهنشن والاناليسيز والايفالويشن والابلكيشن، انا ما افكرش هنا، انا افكر في الكونتنت نفسه. مرات لما ندير تيبل اوف سبيسيفيكيشن لو نبحثوا لو نطلعوا اوراقنا زمان، درنا توا تيبل اوف سبيسيفيكيشن صحيح او بلو برنت صح وطلعنا اوراقنا امتحانات بتاع زمان وقارنا البلو برنت اللي درناه توا باوراقنا زمان، حنلقوا مواضيع اوفر ريبريزنتد ومواضيع اندر ريبريزنتد، وممكن نلقوا موضوع ولا اثنين كويسات مشيت مع تيبل اوف مع الكونتنت يعني في الامتحانات. وهذه حاجه يعانوا منها الكل، لان مش كلها تدير في الخريطه بتاع البلو برنت. فكونتنت فاليديتي كونسيرن وذ ذا اكستنت تو ويتش ان اسسمنت adequately sample the domain of measurement اللي هي الكونتنت، الدومين اوف ميجرمنت اللي هي الكونتنت. الانسترومنت هي ورقة الامتحان او الاسسمنت تول. The domain of measurement must be clearly defined، لازم نوضحها شن هي، ناخذها من الكورس سبيسيفيكيشن او من السيلبس بتاعي ونحطها في الجدول. هنا الكونتنت اريا زائد الكوجنيتيف ليفلز اللي قلت عليها من بدري، الريمبر والاندرستاند والابلكيشن والاناليسيز والايفالويشن والكرييشن، هذينا كلها نحطهم. او نحط الكونتنت اريا مع السايكوموتر ليفل. الامتحان العملي هذا ندير، المفروض ان حتى في العملي ندير له بلو برنت. لأن نحن في العملي عندنا في الأوسكي عندي محطات، كل محطة فيها حالة، كل حالة بنختبر
مهارات الطالب في فحص الحالة هذه. لو نبي يفحص لي بطنه، ولا يفحص لي صدره، ولا يفحص لي قلبه، ولا يفحص لي أجزاء العصبية مثلاً، دماغ كيف يخدم، كوميونيكيشن، هذا كل حاجة. هذه أنا عندي عرم حاجات نبي نختبر بيها الطالب، فندرلها حتى هي بلو برنت. يبدأ هيك كم بلو برنت عندي، عندي واحد للنظري وواحد للعملي. ف content validity is achieved by table of specification اللي هي البلو برنت. Table of specification is the blueprint اللي هو plan of assessment of the assessment tool. This plan specifies the content area. يحدد لي ال content area بالضبط اللي أنا نبي نقيمها. The cognitive level and the skills. يعني أنا نبي ندير table نبي نحط فيه ال content وبنحط فيه الدومين بتاع ال knowledge بتاع ال cognition. The assessment tool that are constructed without table of specification. الاسسمنت تول الورقة الامتحان اللي نركبها بدون بلو برنت result in poor quality test lacking in content validity. وليش يطلع الطالب يقول جابولنا واجد من الموضوع هذا وهذا ما جابولناش منه بك، الخسارة قريتي فيه وخسار ما تعبت فيه وخسار، وليش ما جبتولناش من كذا وليش ما جبتولناش من كذا. في حتى عندنا مشكلة ثانية، إن اللي يحط في الامتحان مش نفس اللي يحط في المحاضرات. في اللي يعطي أسئلته لكن يفاجأ في الامتحان إن مش اللي عطاها هنا اللي نحطها هنا، أوكي لكن قصن، يعني في مادة ثانية غطت لأن فيه موضوع ثاني طغى عليه. Construction كيف نديره table of specification؟ جدول. أول حاجة في ورقة بيضاء نكتبه اسم الكورس، اسم المادة، تاريخ الامتحان، أي سمستر، أي دفعة، أكاديميك يير أي وحدة، 2022 2023 مثلا. بعدين نديروا جدول تحت المعلومات هذين، نديروا جدول أكسس وفيرتيكال. في الفيرتيكال في الـ سوري في الهوريزونتال والفيرتيكال أكسس. في الفيرتيكال أكسس نحطوا الكونتنت المواضيع، في الهوريزونتال شو نحطوا؟ الكوجنيتيف دومينز اللي حكيت عليها من بدري، الريمبرينج والاندرستاندينج الكومبريهنشن والابليكيشن والاناليسيس. احنا قلنا في الريتن يوصل لعند الاناليسيس ديما. بعدين نحطوا كل توبيك كم عدد ساعات، نحطوا عدد ساعات التوتال وكم ساعة كل توبيك. هذه في الاكسس، في الفيرتيكال اكسس اللي احدى الكونتنت. يس هيا هنا هنكتب الماده مثلا، هنا عندي باطنه التوتال بتاعها 100 ساعه، تاريخ امتحان مثلا اليوم يوم 4/5/2023، السمستر الخامس، الدفعه الثالثه، فاينل اكزام، بديروا اسسمنت اكزام، بديروا فاينل اكزام، براحتكم على حسب الاكزام اللي بديروه. الكونتنت اريا عندي توبيك 1 2 3، عندي 8 توبكس. التوبكس هذين مرات يقعدن تشابترز مش اسماء محاضرات، مرات تشابترز، لان لو بديروها بالمحاضرات معناها صفحتين مش حيسدني، لما تقعد 80 ساعه 80 محاضره مثلا. هذين كيف بنديرها تيبل اوف سبيس، هذين كاتيجورايز ديروا كاتيجوريز. معناها أربع ساعات هيك. أنا عارفة معناها بتكتب التوبيك رقم 2 أربع ساعات. وهذا ساعتين. وهذا ست ساعات. طبعاً هو هيك. وهذا ساعاتها هو كيف ما كتبت في الكورس سبيسيفيكيشن. باهي وهنا الدرجة 100%، طبعاً أنا 100 ساعة عليه هنا 100 ساعة 100%. ف 15 ساعة هذين 15%، معناها الدرجة 15% بياخذ نسبة بغض النظر شنو الأسئلة اللي بياخذها. مرات ياخذ 15% تجي في سؤالين بس لونج، مرات تجي، مرات تجي مسألة، مرات المواضيع هذين أكثر حاجة فيها مسائل. فهنا نديرها خلاص، أنا نجي عند الأبلكيشن وندير لها إكس، إن الموضوع هذا بنجيب منه سؤال أبلكيشن، بنجيب منه سؤال نولج، بنجيب منه سؤال كومبريهنشن.
المهم وزنه في الامتحان عدد اسئلته ما يطغش على توبيك ثاني وما يقعدش امتحانكم كلهن ماشي كلهن نوليدج وكلهن كومبريهنشن وجيات شويه ابلكيشن واناليسز حبذا لو يقعد في فرايتي لو تخليه كله نوليدج سهل هذا امتحان سهل انت سهلت له كيكه هذا اعطيت له شنو؟ كأنه يخطف جميع مستويات الطلبة طبعا بالضبط ما هو الطالب الشاطر انت ما تبيش تحطي سؤال تعجيز هو مش الطالب الشاطر كيف تميزيه على الطالب الاخر؟ كيف يستخدم دماغه؟ بس مش قاري معلومه من كتاب والاخر مش قاريها فهمتي؟ في طلبه يحبوا يبحثوا اكثر لكن الرد مش عليهم في طلبه يجوا يختبروا اصلا في استاذهم في المعلومات هيك تحدي دايريننا وهذه خطا لكن انا كيف الطالب استيعاب الماده استيعاب للماده بتاعي وانا بمجرد ما لعبت له في الاسئله هو فهمها صح الماده وحلها صح مش انا طالب قرا تكست بوك ولا خلاه ما يقراش مرات مش عليه اصلا مش على الليفل بتاعه هي مش هيك لو كانت مثلا مرات طبيعه الماده نفسها كلها موايز يعني عبارة عن مثلاً relations, rules, law أنا كيف هنقدر نحط المستوى تاعي مثلاً الأناليسيس هنا أو مستوى مثلاً application هو هنا المستوى أي جسم كله حيكون knowledge and comprehension knowledge and comprehension مو مادة صامتة بكل هذه معناها هو حتى كيف تعطوا فيها هذه تعطوا فيها كلها knowledge 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 طب محاضرات ما فيش بي بي ال ما فيش هي ما فيهاش بي بي ال بس فيها جو فيها مجموعه اكتيفيتيز اكثر من اكتيفيتي في الدار داخل بس لما تجيب بحثي في الماده طبيعتها نفسها مش عارف ما تحسش شويه ثقيله واضح انها ثقيله هي الماده نفسها هي محتاجه اناليسيس يا هذه يا هيك يا لا يا مش هيك ممكن بس حاجات بسيطه الطالب يقدر يطلق العلاقة ممكن الحاجات البسيطة هذينا تستغليها عرفتي يعني أنا مش متخيلة يعني الحق على حسب البيئة فيها ILOs هي به ILOs كلهن definition و discuss و explanation ما فيش تعليل ما فيش يس ضروري بدي يعني الكلام هذا تقريبا هي تاخذ وقت لا ما هو هذا بالمحاضره نحكيش عن الوزن نحكي عن الاسسمنت تاعك يعني انا قاعد في النولج قاعد في الابلكيشن قاعد في الاناليسيس يس لان احنا زمان هو بدنا الكورس سبيسيفيكيشن حطينا التوبكس كلهم يس وربطناهم بالاي لوز فوق وقعدنا في التيبل الثالث تقريبا نقطه من الثالث يس المحتوى المقرر تمام فهو في حتى الاسسمنت بتاع كل توبك لو دايرينها انتم اسسمنت ما هو في اللي دايرين الدرجه الثالثه عند حتى البرنامج جوب كورس سبيسيفيكيشن كل توبيك قدام الاي لوز بتاعه وهذين مربوطه الاي لوز مربوطه بالاسسمنت بتاعت الاي 1 البي 1 السي 1 وال اوكي بس الاي يس اسسمنت ميثود فانا اعتقد ان البارت بتاع النولج والهانسر والابلكيشن هذا كله باهي بس انت ما تبيش تخليها كل سنه نفس الحاجه انت بتغير في اسئلتك هل انت بتخلي كل توبك يقيم لك نفس الحاجه كل سنه انت الكورس سبيسيفيكيشن هذا يتغير كل كم محتوى بتحديث كورس سبيسيفيكيشن يتغير كل 3 4 سنين على اعتماد لا ليش في اللي حتى سنويا على حسب الاستبيانات على حسب نتائج الطلبه على حسب يس مش شرط في اللي سنويا على حسب في اللي سنويا سنتين في اللي على حسب الكورس ريبورت اللي يطلع وشن شنو المشاكل اللي صارن وشنو التطورات اللي صارن بس
هي تعتبر مصيرة لو نشوف فيها تمام نشوف فيها إنها التوبيك الفلاني هو جاء بس الأوبجكت في الكورس سبيسيفيكيشن والأوبجكت هذا يتقيد تمام الأوبجكت أصلاً تجيه مكتوب مثلاً ديزاين ده خلينا نمشي حاجة في اللغة تمام ديفاين فخلص أنت لو مش هتقدر تزرعي بالطبع أنت مش هتزرعي بالموضوع أندرستاند لا مش درجة مرات التوبيك هذا تقدر تلعب فيه اخرى مش شرط انت تقيم على حسب الكورس سبيسيفيكيشن بتاعك لان كل محاضره لها اي ال اوز خاصه كل توبيك له اي ال اوز خاصه به الاي ال اوز هذين تلمهن مع بعضهن مع توبيك استخراج يطلع لك بتاع الكورس بتاعات الكورس بس وهنا هذا بالاي الاوز بتاعات الكورس هي ترد عليه هي اصلا تريانجل مع بعضها يردن على بعضها لكن انا نبي نقول لك لما تقول لي محاضره فيها مثلا 10 اي الاوز 10 اي الاوز تقريبا هذه ساعه الى ساعه تقريبا هذين المحاضره هذه ال10 اي الاوز ممكن تطلع منها 5 اسئله به الاسئله هذين يقدر لك ديفرنت ليفلز الكورس سبيسيفيكيشن تمام هي قاعده تحت الاي مرات يغطي حتى البي ها مرات يغطي معناها في الكورس سبيسيفيكيشن هتلاقيها مكتوب ان هو يغطي الاي ايوه وتلعب فيه انت فيها ان هو يغطي الاي والبي معناها انت بتلعب فيك ايوه بالضبط بس هل هو في توبكس يغطى الاي والاي بس نولج بس ما هو هذا هل يجي فرق بين كليتنا وكليتنا ايوه نظام السمستر بيكون سنة ممكن لانه لما يجي في المواد مثلا ماده السمستر الاول اكيد ممكن يجي ما نحتاجش بالضبط اصلا حتى لا اصلا حتى في طرق التدريس فيها لاب في طرق التدريس فيها لاب الماد خلاص معناها انا ليش نسال فيه في لاب هذا ليش انا قلت لك ان في عندنا حاجه ثانيه اللي نقولها في الاونلاين غير لاب كالكوليشنز لا احنا مش كالكوليشن معناها عندنا البروجرامينج عندكم حاجات ثانيه اوكي هذا خاضي خصوصيه الماده او الكليه او المنهج بتاعكم البروجرام بتاعكم بصفه عامه اوكي انا معاك بس لو ماده تطبق بنولج بس نولج بس مش اكيد مش حدد لها امتحان يعني حجيب لها امتحان براكتيكال هي نولج فبس النولج بتاعها ما فيهاش اناليسز ما هو هذه كلها النولج هنا كلها كوجنيشن ما فيش ايفالو ابلكيشن اخرى فيزيك بكل عمر انا هذه في حاجه هيك وانا انا هذا ليش قلت لك انا اعتقد ان A, B, C, D, يعني لايف دوز. هنا أوردي جت الكورس سبيسيفيكيشن إذا كان قال لي راهو التوبيك فلان تقدر تقيم في قيم في A والB تمام؟ نحن الداتا اللي نقدر نديروها شغل تمام؟ أنا السؤال سألت في الـ A سألتها في ترو فولس تمام؟ خلاص ممكن السمستر الجاي نغير ننزلها ام سي كيوز بس على فكرة ترو أور فولس راهو قاعدة واحدة حاجة هيك ما عادش يستخدموا فيها يعني لو تبتعدوا عليها خير ديما الماتشنج الام سي كيوز حتى الام سي كيوز تقدر تلعب في ديفرنت ليفلز اكوردنج كيف تركبها الام سي كيو يا اما بسيطه بكل يا اما ايوه يا اما ام سي كيو واحده تقدر تلعب فيها وتترجم لك لكن ان ماده ما تقدرش بكل انك تختبر ذكاء الطالب فيه او مدى فهمه او استيعابه للماده للدرجه هذه بيزك هي أساسية بس مش عارف أنا ما أقدرش نحكم لأني مانيش شايفة ماني شايفة المنهج وماني شايفة الـ ILOs بتاعها ومانيش بس أنا متهيألي إن فيها مخش مش عارف ليش نحس إن فيها مخش بس أنتوا أدرى أنتوا أدرى ب يعني حتى اللوز اللي قلتي عليها والمادة هذه الوضع إن هي مش عارف مثلا عندي أنا توبيك فيها نقدر A و B يعني يعتبر في الـ A والـ B في الامتحانات نجيته ولا بالحق البي اللي قصدك intellectual مش practical لا
intellectual اللي هو الديزايننج والفورميليشن والبلاننج وال في اي مرحله cognition analysis ولا اقل. انت عندك كورس سبيسيفيكيشن تو حتى في موبايلك بس هذا اللي سؤال اللي في راسي هذا مش شغل كورس سبيسيفيكيشن. ما هو اصلا البي عن بي والسي عن سي. لا انا اللي قصدي بيها ان يدير في understand remember و understand comprehension باهي السؤال هل كم كيف 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 نقسمها يعني كيف نقسم عدد الاسئله مثلا نقول والله نبي نحط هنا في التوبيك هذا هذه سبجكتيف هذه انت مثلا عندك هنا سؤالين بتحطي سؤال هنا سؤال هنا ادري سؤال سهل سؤال واع اصعب يعني الليفل لو عندك ثلاث اسئله وبتزيدي في الليفل تقدري تزيدي في الليفل بتخليه اثنين تقولي لا التوبيك هذا ما ينفعش ان نديره ابلكيشن ما فيش فيه ابلكيشن وانا اساس بنديره كومبريهنشن حطيه في النولج والكومبريهنشن بس حاولي ان ما يقعدش امتحانك اغلب نولج لانه سهل هيك ديما حاولي انك تمشي شور انا نحكي على حتى باقي التوبكس انت لما بتطرشي التيبل اوف الكونتنت مع الكونتنت مع هذين بتحاولي ان ما يقعدش دومين اكثر من دومين تحاولي انك متوزع جزئيه من امتحان يقعد سهل وجزئيه يقعد صعبه تختبر في جزئيه صعبه وجزئيه تقعد في المبين وديما حاولوا ان الاسئله السهله تبدو باسئله سهله في الامتحان عشان تعطي نيه للطالب وتشجعه ما تحطش من اسخف حاجه ان اول سؤال يجي واع الطالب عشان يفكر يستك فهذه هي طريقه التيبل اوف سبيسيفيكيشن ان نكتب التوبكس نكتب البرسنتج بتاع كل توبك عدد ساعاته والبرسنتج من التوتال نحطه في كولوم ثالثه الدرجه ونقعد بناء على التوبيك كم مفروض يمثل من الدرجه النهائيه بعدين حتعرفي انت كم سؤال وتحطي الدومينز هذينا وتقعدي تشوف شنو او انت بروحك تبحثي التيبل بتاعك وين ماشي مرات لما تحطي التوبيك تقولي بنحطها تتحمسي انت تلقي ماشي شور كله الابلكيشن والاناليسز لا انت بتقولي لا ايوه نقصي منه تختبري لك انت ما تبيش تديري تعجيزي اصلا حتى في الكونستراكشن بتاع الاسئله بتاعك وعره حتى عليه حتى على وضع التدريس مش على الطالب بس انك بدير اسئله للدومينز هذينا مش سهله رأى انك تكوني سؤال للاناليسز ولا ممكن في المسائل اوكي ابلكيشن لكن الاناليسز والايفالوي الاناليسز هذا مش سهله مرهقه ديما هذا عليش ديما اغلب اسئلتنا ما بين النولج والكومبريهنشن لان سهلات سهلات بك الاخرى الاكزام ريلايابيليتي ريلايابيليتي اللي هي درجه الثبات بتاع الاسسمنت نشرحها لكم على السريع كيف نقولوا ان امتحاني هذا ريلايابل ولا لا لو جيت انا اعطيت الطالبه امتحان عندي طالبه ساره وطالبه حنين طالبة سارة شاطرة والطالبة حنين ضعيفة ودرت لهم وانتوا عارفينهم انها هي ضعيفة ودرت لهم امتحان وحلوا الامتحان هذا سارة حلت كويس وحنين ما حلتش كويس بعد اسبوع اعطيتوا نفس الامتحان للطلبة نفسه وما نقول لهمش نحن ان هو ان نحن بنعدل لهم امتحان على اساس ما يقروش هو نفس المعرفة بتاعها ونفس شن تتوقعوا الريزلت بعد اسبوع اعطيتهم نفس الامتحان ساره وحنين شن حيصير فيهم نفس الدرجه مش نفسها او قريبه منها تاع درجتين ثلاثه يا زياده يا اقل بس برضو ساره تحل كويس وحنين ما زالت ضعيفه صح هذا ريلايبل امتحان هذا ان اعطاني نفس درجه الثبات هذا اسمه تيست ريتست طبعا هذا امبراكتيكال حتى الطلبه يستغربوه وهيك ما عشان عندهم ثقه في
في الأستاذ بتاعهم كيف عوض لهم نفس الامتحان، يعني على إيش يبي فيه؟ مش حيفهموا حاجة اسمها reliability ولا حيفهموا impractical يعني، فهذه ما تنفعش. لما تعطي لما تديري امتحان وتعودي من نفس جروب بتاع الطلب وما يعطيكش نفس الريزلتس، الطلبة ما يصير هذا unreliable. كيف تجيب يعني الطالب الشاطر مش هجاوب صح؟ اه يس انت فكت الامتحان، الامتحان هو اصلا الكونستراكشن بتاعه غلط. بس هو في المره الاولى جاوب صح؟ مرة جاوب غلط في المرحله المره الاولى. انت قلتي ان وسيئة قاعد سيء، المفروض هيك هي. لا مش لازم، لا لا في حاجة غيرك يا. لا مش لازم إنه يقعد مرات الامتحان. نعطيك مثال. عندك طاولة. جبتي مسطرة. قستي الطاولة هذه. نقول لقيتيها طاولة كبيرة مثلا، طاولة مطبخ مثلا، نقول لقيتيها 200 سنتي. جيتي جمعستي في الليل بحثتي فيها، شكيتي، خذيت نفس المسطرة وقستي بيها طاولة لقيتيها 150 سنتي. لا تجي ليش؟ نفس المسطرة نفس الطاولة لا معنا خلل فيها. وقستوها مرة ثالثة لقيتيها 170 مثلا. الخطأ هنا في المسطرة نفسها، المسطرة ما هيش لوحة، ما هيش حديدة، مسطرة مرات ربر تقعد مطاطة، والمطاط مهما تفرشيه وتقعد مصفطة مرات تقعد فيها ديفكت، تقعد ما تعطيكش المجرمات الصحيحة. حتى في الريسيرش لما تديري بحوث يقول لك ريلايبل ولا انريلايبل، مدى درجة الثبات قبل ما ينشروه، وقبل ديما الريزلتس يحاولوا ان هم يدروا لهم الجنراليزابيليتي يقولوا لها. فهذه هي الفاليديتي والريلايبيليتي، هل هو موثوق منه ولا لا. هذين ثيري مفروض لو امتحانك صح معناها امتحانك صحيح، معناها امتحانك كويس. لو الطلبة نفسهم حلوا، لو في discrimination معناها في defect في الامتحان. مرات بالحظ حلوه أول مرة. آه مرات روحوا. بنعاود الامتحان مانيش متخيله اصلا ان مثلا تنعكس. حينسوا الطلبه الاسئله. الطلبه حينسوا. في حادثه صارت في الجامعه، دكتور ما يعرفش الامتحانات، ما يسربش الوقت الامتحان النهائي. كيف ما يسربش؟ يعني نحن مثلا امتحانات ماده، انا صارت معي شخصيا امتحانات ماده، تحط ورقه الامتحان مع الاجابه نتاعك وما تطلعش فيها، ممنوع تصور ممنوع ان هو ينعرف الامتحان النهائي. ما تصعش. نحن شنو نديروا نحن؟ نطلع ونقولوا هذه جت هذه جت هذه جت. كلهم هذه طلبتنا كلهم توا. نقول لك حاجه بس انا الماده ما صفرتش. صارت معايا انا. ما دار الطلب اني انا اخش علم علميه بالماده هذه. خش العلميه جيت لقيت نفس الامتحان قدامي. حطيت الماده في بلس. حليتي نفس الاسئله؟ الدكتور دار قصه قال الامتحان انتم مسربين اعطينا الطلبه اصلا بدينا. ما انا هو حط امتحان تعجيزي، هو امتحاناته هو عارف الدكتور هو حط تعجيزي، هو يعجز في الطلبه. هو اصلا حتى لما يحط 23 طلبه كده ما هم طلبت 10 ايام ما كان 10 طلبه. انا كملت المواد كلها عشان كده انت هذا 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 تحمل واحد عشان تبي تصفي بس. هذا تعجيز، هذا هذا هو نوع، هو نوع الأسئلة، هو نوع الأسئلة. لكن الامتحان مرات بس تأكد إن هو امتحانك صحيح ولا مش صحيح. نقوله نوع ثاني. عندك 100 طالب
قسمتوهم 50-50، عطيتي الطلبة 50 الأولى امتحان A والطلبة B الجروب الثانية امتحان B. الأسئلة مش نفس الأسئلة، مش نفس الأسئلة، لكن السؤال الأول knowledge هنا يقارن في الامتحان الثاني سؤال أول knowledge هنا في نفس التوبيك، على نفس التوبيك لكن مش نفس السؤال. فهمتوا؟ تاني نفس الحاجة، تالت نفس الحاجة مع اختلاف الليفلز. درتوا هنا application، هنا application، هنا analysis، هنا analysis، نفس التوبيكس. طلبة A حلوا، حلوا طلبة B حلوا، كمان الامتحان ديروا سويتش، امتحان B يمشي لجروب A، امتحان A يمشي لجروب B، يحلوه. statistically يحل الثاني أفضل؟ لا، لو هو reliable نفس الريزلتس يطلع. الطلبة اللي عندهم two scores حيقعد كل طالب عنده two scores، score من امتحان A و score من امتحان B. نوع السؤال تغير، العنوان بتاع السؤال تغير، لكن هو خدم لي knowledge، هو خدم لي analysis. تكون نفس تغير سؤال بس التوبيك نفسه، الموضوع من نفس المحاضرة، هو محاضرة التوبيك رقم واحد جاء منها سؤال knowledge وجاء منها سؤال application. يقارن في الامتحان الثاني في نفس التوبيك سؤال knowledge وسؤال application لكن مش نفس الأسئلة، يفرق. فهمتها؟ هو الفكرة أنه يختبر في الدومين. واعرة هي واعرة 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 بكل نظريات هذين الصامتة بتاعت reliability بتاعت education. لما يدرون لهم statistical analysis المفروض أنه يطلع نفس الريزلت. هذين كلهم ثيري راح، مش عارفة زمان كانوا يطبقوا فيهن ولا ما يطبقوش فيهن، مانيش عارفة. لكن هذا عشان الغش، عشان ما تغشوش من بعضكم. لا لا، هذه بروحها، لا امتحان واحد، لا هذه ما يمتحنوا في امتحانين، بس بش الطلبة بش يشوفوا مدى مصداقية الامتحان. المفروض ان الطلبة اللي حصلوا تو سكورز يكونن قريبات من بعضها، يعني حنين سكورز ما بين الامتحانين، نقدر مثلا حصلت 93 في الامتحان هذا، حصلت 94 في الامتحان هذا، قريب من بعضها، مش لازم نفس الدرجة بس قريبات، 95 في الامتحان هذا الثاني مثلا. حولوا هذا طلبة، أعطيتهم امتحان 100 سؤال، لكن 100 سؤال هذا ثيوري ثالثة، امتحان 100 سؤال، أعطيت امتحان السؤال الأول A، أنا عارفة هذا طبعا امتحانين هو، بس أنا أعطيت الطلب بيبر واحدة، طلبة كلهم أعطيتهم بيبر واحدة، بس أنا عارفة أن واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة الفرديات هذين حيمشي الامتحان A والزوجيات حيمشي الامتحان B. أنا كعضو هيئة التدريس أنا عارفة امتحاني، لكن الطالب حل ورقة واحدة. لما جيت طلعت فصلتهن وطلعت الريزلتس بتاع الطلبه هذه ما والطلبه بتاع الامتحانين، المفروض يقدر نثبتت هيك نقول امتحاني ريلايبل. نسهلها عليكم بك، الحمد لله الحمد لله فيه الموديل يطلعنا في الكرومباخس الفا ستاتستيك الواتيه، طلعها لك يقول لك امتحانك هذا ريلايبل ولا لا، ان درجه ما بين الطلبه كلهم مع بعضهم ستاتستيكلي ان امتحانك هذا reliable ولا unreliable. لو لقيتوه فوق 90% هذا excellent. تدري في امتحانات الكترونيه ما زال ما بتوزش فيها الموديل يطلعها لك واتيه ريزلتك. وين البوينتر يطلع لنا في حاجه اسمها هذا طبعا تيست ريتست البارالفون سبلت هاف الانترنال كونسستنسي، نلقوها هيك مكتوبه في الريبورت بتاع الموديل وممكن اكتب نوريها لكم، اسمها كرومباخس الفا يطلع لنا هيك. لو لقينا ان 90% معناها هذا اكسلنت هايلي ريلايبل. لو لقينا ان من 8 من 10 الى 9 من 10% ما بينهم هذا جود.
لو لقينا من 7 من 10 إلى 8 من 10 معناها acceptable. هذا لو لقيته بأكثر من أقل من 7 من 10 معناها هذا أشقى به الامتحان ما ينفعش ضعيف. معناه أنا ما قيمش الطلبة صح. معناه الأسسمنت تول بتاعك المشكلة مش في الطلبة. مشكلة في الامتحان نفسه. لأن ما قدرش يدير أسسمنت للطلبة ككل صح. الطلبة في عندهم مشكلة. وهذا طبعاً شنو كيف يعرفها إنه يقيم أجوبة الطلبة ما بين الأسئلة. أنتوا عارفين إن منظومة الموديل تصحيح الإلكتروني هذا يقيم في الطلبة لكل امتحان هاي أتشيفر ولو أتشيفر. يعني المفروض الطلبة الشاطرين أغلب الأسئلة يحلوهن صح، والطلبة الضعاف أغلب الأسئلة يحلوهن غلط. المنظومة أوتوماتيكلي تقسم الطلبة هيك، تعرف الامتحان السؤال متاعك واعر بالسؤال واعر ولا سهل، تلقى درجة ماينس، تلقى عدد الدرجة بتاع كل سؤال discrimination index اسمها بالماينس. هذه معناها أن الطلبة ضعاف حلوا والطلبة الشاطرين ما حلوش السؤال هذا، وهذه حاجة مش مزبوطة logically، مش مزبوطة. كيف طالب ضعيف يحلها وطالب الشاطر ما يحلهاش؟ هذه لو تبوا تفهموها هذه لها محاضرة بروحها اسمها item analysis. فهذه معناها الامتحان مش صحيح. discrimination index وال difficulty index هي سؤال صعب واجد ما حدش حله، ولا سؤال واجد 100% مرات نسبته هذا الطلبة كلهم حلوه، السؤال هذا سهل معناها ما ينفعش انك 100% يحلوه. انا مش جاي امتحان نبي الطلبة كيكة حلوه هكا، هذا مش امتحاني قاعد بعدين.